تحرك روسي تركي بشأن الأزمة الليبية لاختصار الطريق إلى برلين. اليونان تصف خطط إردوغان حيال ليبيا بالتوسع العثماني الجديد. المفوضية الأوروبية جهات فاعلة تحاول تقسيم ليبيا عبر السلاح. تأزم الوضع السياسي في العراق إثر استقالة برهم صالح. آليات تركية جديدة تدخل ريف حلب وترامب يحذر من الوضع في سوريا. طاب مساؤكم وأهلا بكم. وسط ازدحام الاتصالات واللقاءات حول ليبيا، يلوح في الأفق تحرك روسي تركي من خلال مفاوضات مباشرة أفضت حتى الساعة إلى استمرار التواصل بين الطرفين وتقديم المساعدة الممكنة لحل مبكر للأزمة الليبية. يبدو أن مذكرة التفاهم الموقع بين حكومة الوفاق وتركيا الشهر الماضي وسعت مساحات التجاذب السياسي الدولي، وبدت تلوح في الأفق مؤشرات طبخة سياسية في مطبخ الروس والأتراك من خلال مفاوضات مباشرة للبحث عن حل للأزمة. فالاجتماعات التي استضافتها وزارة الخارجية الروسية وجمعت وفدا من الجانب التركي للتشاور حول ليبيا أفضت إلى اتفاق الجانبين على استمرار التواصل بشأن ليبيا، بما في ذلك تقديم المساعدة الممكنة لحل مبكر للأزمة في هذا البلد. التحرك الروسي لم يتوقف على الجانب التركي، بل امتد إلى دول الجوار الليبي خصوصا مصر، إذ بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الروسي سيرجي لافروف جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية، وأعادت تلك المشاورات الحديث عن دعم مسار برلين السياسي. تأتي هذه التحركات والمواقف وسط إصرار تركيا على المضي قدما نحو تنفيذ مذكرة التفاهم البحرية بينها وبين حكومة الوفاق. في المقابل، لفت موقف وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس الذي زار مدينة بنغازي هاجم فيه رئيس المجلس الرئاسي، معتبرا أن الأخير لا يملك حق التوقيع على مثل هذه الاتفاقات، مضيفا أن اليونان تقف ضدها بحزم مع شركائها في الاتحاد الأوروبي. ليأتيه الرد سريعا من وزير الخارجية في حكومة الوفاق الطاهر سيالة، معتبرا أن زيارة نظيره اليوناني بنغازي خرقا واضحا لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الإقليمية التي تقر بأن حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي ينبغي التعامل معها. ومن طرابلس ينضم إلينا الكاتب السياسي أيوب البراني. أهلا وسهلا بك سيد البراني. يعني هل تعتقد اليوم أن الطبخة الروسية التركية لحل الأزمة الليبية من شأنها أن تحمي مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا؟ نعم سيد الكريم، مرحبا بك. تركيا عندما وقعت الاتفاقية مع ليبيا اتجهت مباشرة إلى روسيا لكي تضمن الحليف الروسي هذا العملاق في مجال الغاز وفي المجال العسكري أيضا، فضمنت تركيا تحييد روسيا عن معارضة هذا الاتفاق البحري الذي يعني يشمل عمليات التنقيب عن الغاز وعمليات التبادل التجاري وما إلى ذلك. وكذلك فيما يخص التعاون العسكري أيضا، تركيا ضمنت أن تركيا لن تكون متوغلة عسكريا في الصراع الليبي، وبذلك يعني تمهد الطريق أو تقترب الخطوات أكثر لمؤتمر برلين والإمكانية حل توافقي أكثر من مما سبق. نعم، برأيك المشاورات اليوم يعني التي حصلت أخيرا بين روسيا ومصر أفضت إلى دعم مسار مؤتمر برلين، برأيك اليوم هذا المؤتمر هل ما زال يشكل خشبة خلاص للأزمة الليبية بالتزامن مع إبرام الاتفاقيتين مع تركيا؟ مؤتمر برلين يعني يعول عليه أنه مؤتمر ما بين القوى الإقليمية والقوى الدولية، يعني الجميع الآن يعول أن مؤتمر برلين هي فرصة لاتفاق الدول بخصوص ليبيا وليس فرصة ليبيا للاتفاق،
ولذلك الآن تحاول يعني بعض الدول المتوغلة في الصراع أن تؤثر على مجريات سير مؤتمر برلين وأن توجه هذا المؤتمر في سياق معين. الجميع الآن يحاول أن يستقطب مخرجات برلين مسبقا وأن يضع النتائج قبل حتى أن ينعقد المؤتمر. ولذلك ألمانيا حذرة جدا في عملية انعقاد المؤتمر وليست يعني على عجل لعقد هذا الاجتماع، ولكن يعني نأمل أن تسير الأمور بشكل أفضل الآن. يعني عندما قامت تركيا نوعا ما بتحييد روسيا، مصر إلى حد ما الآن تريد أن تدفع أن يكون برلين يعني مؤتمر يعني مصريا نوعا ما، أن تأخذ وجهة النظر المصرية في هذا المؤتمر، والجميع يدفع باتجاه مصلحته. ولكن حقيقة لا نستطيع الحكم على مؤتمر لم يولد بعد، وحتى الآن ألمانيا لم تحدد تاريخ لهذا المؤتمر ولم تحدد أبعاده، وحتى الدول الحاضرة لهذا الاجتماع لم تحدد بعد. لذلك يعني لازال من المبكر الحكم على مخرجات المؤتمر. نعم، الكاتب السياسي أيوب البراني حدثنا مباشرة من طرابلس، شكرا جزيلا لك. قال نائب وزير الخارجية اليوناني تعليقا على خطط الرئيس التركي لإرسال قوات إلى ليبيا إن إردوغان يلعب بالنار وإن كل ما يستطيع فعله هو عزل نفسه أكثر. وذكرت وسائل إعلان يونانية أن نائب رئيس الدبلوماسية اليونانية بعث برسالة إلى تركيا مفادها أن أثينا في حالة تأهب، وإن ردود الفعل على التوسع العثماني الجديد تجري بكثافة شرقا وغربا. وشدد وزير الخارجية اليوناني على أهمية زيارة رئيس وزراء اليونان للبيت الأبيض في 7 يناير المقبل، مشيرا إلى أن أثينا تعمل على تدويل ما وصفها بمسألة الاستفزازات التركية بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس، انهالت التعليقات الساخطة والمنددة من قبل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، معتبرين أن تركيا تسعى إلى إقحام تونس في مشاكل دبلوماسية لا مصالح لها فيها. بعد الزيارة الخاطفة التي أداها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس والتي استغرقت ساعات معدودات، اتجهت أنظار المراقبين والسياسيين باتجاه العاصمة تونس، وانهالت التساؤلات بشأن قرع تركيا لطبول الحرب. واشتعلت منصات التواصل الاجتماعي عقب هذه الزيارة التي لم تخلف إلا ردود فعل رافضة لشكل الزيارة وفحواها، حيث أبدت أحزاب سياسية عن غضبها وقلقها حيال هذه الزيارة معتبرينها إهانة للبلاد. ومن جانبه حذر اتحاد الشغل التونسي من دعوات الحرب في ليبيا، مؤكدا رفض التورط التونسي في الأحلاف الدولية المشبوهة مهما كان غطاؤها، وطلب السلطات التونسية بضرورة التنسيق مع دول الجوار فيما يتعلق بالملف الليبي على وجه الخصوص. من جهتها أوضحت رئاسة الجمهورية التونسية رفضها القطعي دخول تونس في أي تحالف أو اصطفاف، معتبرة أن التصريحات من الداخل والخارج لا تلزم إلا أصحابها، وتونس ملتزمة بالحياد اتجاه كل الأطراف في الأزمة الليبية. حريصون وحريصات على سيادة وطننا وعلى استقلاله وحرية قرار الدولة التونسية، وهو أمر لا يمكن أن يكون موضوع مزايدات أو نقاش، ولا توجد ولن توجد أي نية للدخول لا في تحالف ولا في اصطفاف. موجة من الغضب الشعبي في تونس بعد زيارة أردوغان خيمت عليها حالة من الترقب والانتظار، مع وجود تساؤلات عديدة بشأن التدخل العسكري التركي في ليبيا والزج بتونس في حرب لا ناقة لها فيها ولا جمل. معنا من تونس الكاتب والصحفي الجمعي القاسمي، أهلا وسهلا بك. سيد القاسمي، كان هناك توجس من أحزاب سياسية تونسية من زيارة أردوغان، أي تحفظات أثارتها هذه الزيارة؟ يعني التوجس لا زال قائما، ولم يتمكن بيان الرئاسة التونسية من تبديد المخاوف المتصاعدة
بالنظر إلى السياسة التركية للرئيس أردوغان التي تقوم على مبدأ المغامرة، وبالتالي لا أحد لغاية الآن يعرف إلى أي مدى يمكن أن تتحول تلك المغامرات إلى عمل ميداني في ليبيا، الذي دون شك ستكون له تداعيات أو ارتدادات أمنية على تونس. لذلك التخوفات قائمة، وهناك خشية فعلا متزايدة من أي مغامرة تركية في ليبيا ستكون لها تداعيات على تونس. نعم، طيب وزير الداخلية فتحي باشاغة تحدث عن تحالف مع تونس والجزائر وتركيا، في المقابل تونس نفت هذا ويجمع على أنهم مع أو متمسكين بحيادهم في الملف الليبي، تعليقك؟ يعني للأسف الشديد ما كان يفترض أن يسمح لوزير داخلية حكومة السراج أن يعقد مؤتمرا صحفيا في قلب العاصمة تونس، ثم يقحم تونس في تحالف على حد قوله سيكون ثلاثيا يجمع تونس بتركيا وكذلك أيضا الجزائر. هذا خرق لكل الأعراف السياسية والدبلوماسية، وكان يفترض على السلطات التونسية أن تتخذ موقفا واضحا. لذلك كما قلت أن المخاوف لم تتبدد، خاصة وأن بيان الرئاسة التونسية لم يذكر بالاسم لا تصريحات وزير الداخلية ولا تصريحات الرئيس أردوغان. طيب ماذا عن ردود الفعل في الشارع التونسي؟ هناك موجة غضب متصاعدة، وينتظر أن يتم غدا تنظيم مسيرة منددة بالسياسة التركية أمام سفارة تركيا بتونس على مستوى الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك أيضا على مستوى شبكات التواصل التي عجت بالتعليقات الرافضة انحياز تونس أو اصطفافها إلى جانب المشروع القطري الإخواني في المنطقة. نعم، الكاتب الصحفي الجمع القاسمي حدثنا من تونس، أشكرك. حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين من محاولة أطراف خارجية التأثير على مستقبل ليبيا، مشيرة إلى عدد من الجهات الفاعلة التي تحاول تقسيم البلاد عبر السلاح. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين إنه يجب أن يكون واضحا بأنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية، وإن هناك أطرافا خارجية تحاول التأثير على مستقبل ليبيا وتقسيم البلاد عبر السلاح، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يتبنى موقفا موحدا في دعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة من خلال اتفاق دبلوماسي وسياسي بين جميع الأطراف الليبية. وتابعت فوندرلاين إلى أنه بالإمكان تحقيق حل لمستقبل دائم للسلام في ليبيا بشكل أفضل في إطار عملية برلين للأمم المتحدة التي يشارك فيها الاتحاد الأوروبي أيضاً. ويذكر أن الاتحاد الأوروبي جدد دعوته جميع الأطراف الليبية إلى وقف جميع الأعمال العسكرية واستئناف الحوار السياسي في ضوء التصعيد المستمر خصوصاً حول طرابلس، مؤكداً أنه لا حل عسكرياً للأزمة في ليبيا. وأشار الاتحاد إلى أهمية الحل السياسي كونه الطريقة الوحيدة لإنهاء الأزمة والتفاوض في ضوء المقترحات التي قدمتها الأمم المتحدة أخيراً، داعياً جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى مراقبة واحترام حظر الأسلحة التي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء مجلس الأمن الفيدرالي الأوضاع في ليبيا، حسب ما أفاد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف. وقال بيسكوف إن الاجتماع تناول الاتصالات التي أجراها بوتين مع عدد من نظائره الأجانب حول الأوضاع في ليبيا، حيث دعا المشاركون إلى دعم الجهود الدولية الرامية إلى التسوية في هذا البلد. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناول الأوضاع في ليبيا، وتوافق الرئيسان على تكثيف الجهود المشتركة لتسوية الأزمة الليبية ومكافحة الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.
أكد معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن الموقف الأمريكي إزاء ليبيا تسمح أو سمح لموسكو باكتساب نفوذ في المنطقة، كما نتج عنه توتر بين أنقرة وعواصم أخرى حليفة لواشنطن في شرق البحر المتوسط. الموقف الأمريكي المتردد من حرب العاصمة طرابلس وتداعيات مذكرتي التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الشهر الماضي أدى لانتقاد معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى لهذا الموقف، مشيرا إلى أن السياسة الأمريكية سمحت للروس باكتساب النفوذ في الجانب الجنوبي من حلف شمال الأطلسي، وأثار نقطة احتكاك غير ضرورية مع تركيا وكذلك بين أنقرة وحلفاء آخرين للولايات المتحدة في شرق البحر المتوسط. أوصى المعهد الإدارة الأمريكية بتقديم الدعم الكامل للجهود التي تقودها ألمانيا لإقناع جميع الأطراف الخارجية ذات الصلة بالالتزام بوقف إطلاق النار ووقف عمليات نقل الأسلحة، محذرة من تعثر مبادرة برلين دون مشاركة الولايات المتحدة. تأتي هذه الدراسة وسط تحذيرات المسؤولين الأمريكيين من التهديد باستخدام صلاحيات العقوبات القائمة ضد منتهكي اتفاق وقف إطلاق النار بعد التوقيع عليه، وتطرق البحث إلى المذكرتين الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق معتبرا أنها تعكس مكانة ليبيا المتنامية كنقطة جوهرية في السياسة الخارجية التركية التي تعتبر تلك البلاد على ما يبدو مسرحا تستخدمه تركيا لمنافسة خصومها القدامى والجدد. ومن الزاوية ينضم إلينا الكاتب والمتابع للشأن الليبي عبد العظيم البشتي. أهلا وسهلا بك سيد البشتي. برأيك ما هو السبب اليوم الذي يدفع بالولايات المتحدة الأمريكية إلى التردد في معالجة الأزمة الليبية والتباين في الموقف الأمريكي خلال السنوات الأخيرة من الأزمة الليبية؟ مساء الخير، تحية لكم ومشاهديكم الكرام، شكرا على المضافة. أعتقد موقف ترامب منذ البداية لم يكن، أنا دائما دلع الأزمة الليبية، لم يكن موقف ترامب حقيقة باتجاه محدد سواء كان ضد أو مع طرف الأطراف أو حتى ضد مع إرهاب الحرب. وبالتالي موقف ترامب ليس غريبا بتردده، ولم نرى من كما مثلا دول الكبرى الأخرى يعني كما روسيا أو حتى الاتحاد الأوروبي وألمانيا كان لهم دورا واضحا يعني موقفا واضحا وثمة مساعي حقيقية لإيقاف هذه الأزمة أو لعلاج هذه الأزمة، ولكن الموقف الأمريكي كان مترددا في بداية، كان يريد حفتر بشكل واضح وصريح ثم بعد ذلك يعني تردد نسبيا عن تأييد حفتر، ولكن لم يكن لأمريكا موقف واضح من الصراع الدائر في ليبيا. وأترك الأمر يبدو لي يعني لأوروبا وبعض الدول المتدخلة بشكل رغم حساسية ما أعلنه من حساسيته ومن رفضه للتدخل الروسي الواضح سواء كان بالسلاح أو على الأرض، أشار لهذا ترامب بشكل مباشر وهو في إطار الحساسيات وإطار الصراع من أجل مراكز النفوذ. ولكن في حقيقة الأمر أمريكا إلى حد الآن لم تتخذ موقفا حقيقيا داعما أو لأي طرف أو حتى دافع داعيا بشكل ملح وحقيقي لإيقاف هذه الحرب المدمرة. سيد البشتي، هل تعتقد أن من شأن هذا التردد يعني في الموقف الأمريكي والمعالجة أيضا تعزيز الموقف الروسي وبالتالي التدخل أكثر فأكثر في الداخل الليبي؟ دون شك، يعني هو يعني فترة ما كان كما قلت لك كان يؤيد الحرب، كان ما بعد ذلك عندما تحدث عن تواجد روسيا على الأرض ومستشارين أخرى ليبيا ومرتزقة، ولكن حتى هذا التصريح ثمت يدنا لليبيا وثمت تحسس من أن الروس يستقردون بالساحة الليبية، ولكن كل هذا التصريحات لم تستتبعها أي مواقف سياسية أو حقيقية أو مبعوث أو دور حقيقي، ولكن أعتقد أن السيد ترامب كان أيضا ينتظر في مؤتمر برلين، كان أداء يعني سيد اعتذر على المقاطعة سيد البشتي، لكن هنا السؤال بما أنك تطرقت إلى مؤتمر برلين ودور الولايات المتحدة، هل تعتقد أن اليوم عدم مشاركة الولايات المتحدة في مساعي السير إلى عقد مؤتمر برلين أن يعثر هذه أو هذا المؤتمر تحديدا؟ دون شك، يعني هو من الواضح أن الحديث عن مؤتمر برلين الآن بدأ يحدث قليلا حيث ان الحرب بدات اكثر شراسه والدول بدات متداخله بشكل مباشر، يعني الحرب في الوكاله على الارض الليبيه بدات الان واضحه تماما
الأطراف يعني الداعمة لهذا الطرف ولهذا الطرف، وبدل الأمر حتى الدول بعض الدول الروسية مثلاً التي تدعو إلى إيقاف الحرب، أعتقد أنه لم يكن إلا تصريحات شفهية، يعني هي تنتظر في النتائج، أعتقد هي تقول وتطالب بإنهاء الحرب، ولكنها في حفظ الأمر تتوقع أن ثمة نتائج سريعة لصالح حفتر، وبالتالي هي تنتظر في هذه النتائج وهذه التصريحات فقط الاستهلاك دون شك. يعني طبعا المرحلة الأخيرة تحسس الروس وبعض الدول من تدخل التركي المباشر في الحرب بين الطلب الليبي، ولكن هذا حتى هذه الحساسية ربما يعني لن يتبعها موقف صارم وجاد لإيجاد حل مناسب للأزمة الليبية، بل ستدخل في إطار الصراع على الأرض الليبية، ومما يسبب دمار كبير لليبيا ومأساة كبيرة في ليبيا صراحة. الكاتب والمتابع للشأن الليبي عبد العظيم البشتي حدثنا مباشرة من الزاوية، شكرا لك. درس اجتماع المجلس الأعلى للأمن الجزائري برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون الأوضاع في المنطقة وبوجه خاص على الحدود مع ليبيا ومالي، وقرر المجلس اتخاذ جملة من التدابير لحماية الحدود الجزائرية، كما قرر إعادة تفعيل وتنشيط دور الجزائر على الصعيد الدولي خاصة فيما يتعلق بهذين الملفين وبصفة عامة في منطقة الساحل والصحراء وفي أفريقيا. ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الوضع في ليبيا، وأكد الجانبان الحاجة إلى حل سلمي للأزمة، وأعربا عن دعمهما جهود المجتمع الدولي للمساعدة في تسوية الأزمة الليبية بوساطة الأمم المتحدة. وأطلع بوتين كونتي على نتائج قمة النورماندي الرابعة التي عقدت في باريس في 9 ديسمبر. قالت نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني إن الوضع في ليبيا لا يزال مقلقا للغاية، محذرة من أن أي تصعيد عسكري جديد خصوصا حول طرابلس. وأوضحت سيريني أن الاتصالات التي أجراها مؤخرا وزير الخارجية لويجي دي مايو ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي مع قادة البلدان المعنية بالشأن الليبي تؤكد الحاجة الملحة للالتزام المجتمع الدولي بأسره بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار ومنع تدخلات الجهات الفاعلة من خارج ليبيا. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعم مصر لتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده، وأهمية الدور الذي تقوم به القيادة العامة للجيش الليبي في مكافحة الإرهاب وتقويض نشاط التنظيمات والميليشيات المسلحة التي باتت تهدد الأمن الإقليمي بأسره. أعلنت مديرية أمن جدابية أن جهاز البحث الجنائي التابع لها ألقى القبض على عدد من المهاجرين غير القانونيين في المنطقة الصناعية الواقعة جنوب المدينة، وقالت المديرية إنه تم مداهمة أوكار المهربين وقبض على مجموعة كبيرة من الأفراد من جنسيات إفريقية مختلفة دخلوا البلاد بطرق غير قانونية. نتابع النشر بعد فاصل قصير وفيها اليابان ترسل مدمرة إلى الخليج. أهلا بكم من جديد. في العراق تصاعدت الأزمة السياسية وكذلك الكباش الحاصل بين رئيس الجمهورية المستقيل برهم صالح وتحالف كتلة البناء. تأزم الوضع السياسي في العراق خلال 24 ساعة الماضية إثر وضع رئيس الجمهورية برهم صالح استقالته تحت تصرف البرلمان ومغادرته العاصمة بغداد إلى محافظة السليمانية في إقليم كردستان. صالح الذي رفض مرشح تحالف البناء لتشكيل الحكومة فضل الاستغناء عن منصبه على أن يكون قبل برئيس حكومة يرفضه العراقيون. هذا الأمر أجج الخلاف بين صالح وكتلة البناء التي دعت مجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية المستقيل لحنثه باليمين وخرقه الدستور، واتهم التحالف رئيس الجمهورية أيضا بدفع البلاد إلى الفوضى التي لا تخدم سوى ما وصفها الجهات الأجنبية التي تتربص الشر بالعراق وشعبه.
والخطوة المقبلة التي تحدد مصير البلاد هي أن ينظر مجلس النواب في طلب الاستقالة التي لا يمكن اعتبارها نهائية إلا بعد موافقة البرلمان، علما أن النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد اعتبر أنه في حال لم يسحب صالح بيان استقالته فستعتبر رسمية خلال أسبوع. ومن العراق ينضم إلينا الخبير الاستراتيجي والعسكري العقيد ربيع الجواري، أهلا وسهلا. سيد ربيع، هل يمكن اعتبار برهم صالح مخالف للدستور كما وصفه حزب أو تحالف البناء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم وتحياتي لمشاهدي قناتكم الكرام. يعني اليوم حقيقة برهم صالح اليوم محارب من قبل هذه الكتل السياسية التي دمرت العراق. حقيقة هذه الكتل السياسية منها تجمع البناء يقومون بتقديم مرشحين هم تابعين إلى أجندات معينة، تابعين إلى الدولة الإيرانية، تابعين أيضا هم مجربين في الدولة العراقية، هم استوزروا أو كانوا في مناصب معينة في الدولة العراقية. ولذلك اليوم أنا أعتبر موقف الرئيس برهم صالح موقف مشرف بالنسبة إلى العراق وإلى تاريخه السياسي. اليوم موقف برهم صالح نعتبره احنا العراقيين اليوم يعني يستطيع، يعني وقف وحيدا أمام هذه الكتل اللي هي متنفذة. حقيقة رئيس كتلة البناء اللي هو هادي العامري قام بالتلويح له أو تهديده من خلال استهدافه بأمور كثيرة، حتى هناك حسب ما يشاع أن هناك طائرات مسيرة في سبيل استهداف شخصية السيد برهم صالح رئيس الجمهورية. نعم، طيب ماذا ينتظر البلد في ظل هذه الاستقالة؟ أعتقد البلد ذاهب إلى المجهول. البلد طالما أن مثل هذه الكتل السياسية اللي هي تجمع البناء ولكن هي الكتلة الأكبر في البرلمان، الكتلة الأكبر أتت بالتزوير وليس في الحقيقة، أتت بأموال إيران وضختها إلى العراق، أتت بشخصيات لا يرغب الشعب العراقي. حقيقة كتلة البناء ليس هي الكتلة الأكبر، حسب ما ذهبنا إلى بعد الانتخابات في مجلس النواب هي كتلة سائرون هي الأكبر وليس كتلة البناء. نعم، أشكرك الخبير الاستراتيجي والعسكري العقيد ربيع الجواري، شكرا على كل هذه الإيضاحات. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة له من مذبحة قد تطال الآلاف من المدنيين في معقل المعارضة المسلحة في إدلب السورية. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مذبحة قد تنضوي على الآلاف من المدنيين في معقل المعارضة المسلحة في سوريا، متهما روسيا وسوريا وإيران بقتل الآلاف من المدنيين الأبرياء في محافظة إدلب جراء القصف العشوائي الجوي والبري المكثف من قبل القوات الحكومية في شرق وجنوب محافظة إدلب آخر معقل تسيطر عليه المعارضة المسلحة في البلاد. وبدأت قوات الحكومة السورية منذ شهر حملة عسكرية للسيطرة على المحافظة التي يسيطر عليها متشددون مرتبطون بتنظيم القاعدة، وهي أيضا موطن لثلاثة ملايين مدني. كما حذرت الأمم المتحدة من الخطر المتزايد بوقوع كارثة إنسانية على طول الحدود التركية. من جهة أخرى، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن رتلا عسكريا تركيا دخل إلى الأراضي السورية في ريف إدلب الشمالي، وقالت جماعة إغاثة سورية الأربعاء إن أكثر من 400,000 من الرجال والنساء والأطفال فروا من منازلهم في حافلات وشاحنات وسيارات في الأسابيع الأخيرة من إدلب، فيما يتجه كثيرون منهم نحو الحدود التركية بحثا عن الأمان. ومعنا من تركيا الباحث في العلاقات الدولية حسن الشاغل، أهلا وسهلا بك. في البداية، كيف تقرأ الهجوم البري على إدلب خصوصا بعد تقدم قوات النظام على من عدة محاور؟ بداية تحية لكم من كافة السادة المشاهدين. تعمل كل من روسيا والنظام السوري على إعادة السيطرة على الخطوط الدولية لN4 والN5.
هنالك هدف روسي من إعادة إحياء الدورة الاقتصادية لدى النظام. هذه الهجمة كلها من أجل إثبات للدول إن كانت الإقليمية أو الدولية أن الأمور سوف تعود إلى ما هي عليه في سوريا. تحاول روسيا منذ فترة، منذ عام 2018 إلى إقناع الدول في الأمم المتحدة ومن أجل رفع الحظر عن إعادة الأعمار في سوريا من خلال أننا نعيش حالة من الاستقرار في سوريا. تبدأ هذه العملية من خلال السيطرة على الطرق الدولية التي سوف تعيد نوعا من الاستقرار والعجلة الاقتصادية حسب ما ترى روسيا. هذه الحملة الآن تسعى إلى السيطرة على هذه الطرق. الآن نرى أن النظام ومن خلفه القوات الروسية والطيران يبارز إن كان القوات المعارضة في إدلب والقوات الجيش الوطني المدعومة تركيا في شرق الفرات. روسيا تحاول اللعب على هذه الطرفين من أجل الحصول على هذين الطريقين M4 والM5. إذن هذه الحملة العسكرية التي تقودها روسيا هدفها الأساسي يرتكز على اقتصاديا من أجل إعادة الدولة الاقتصادية للنظام. طيب، ترامب اتهم روسيا وسوريا وإيران بأنهم السبب في قتل آلاف المدنيين في إدلب. إلى أي مدى الولايات المتحدة تستطيع إيقاف هذه الكارثة الإنسانية؟ الولايات المتحدة الأمريكية لم تضع في حساباتها أبداً المنطقة الغربية من سوريا. الآن الولايات المتحدة الأمريكية فقط تركز على الجانب الشرقي من سوريا لتشكيل حاجز جغرافي بين القوات الإيرانية أو القوات الروسية في غرب سوريا وشرق سوريا. الولايات المتحدة الأمريكية الآن تريد أن تخلق هذا الجسم الجغرافي لعدم تكوين سيطرة إيرانية روسية على قطع ممتدة من شرق المتوسط غربا إلى إيران شرقا. الولايات المتحدة الأمريكية سحبت من يدها موضوع المنطقة الغربية من سوريا، ولم نلاحظ منذ الهجمات السابقة التي شنتها كل من روسيا والنظام السوري على هذه المناطق أي ردة فعل أمريكية سوى آخر ضربة أمريكية كانت على النظام السوري عند استخدامها الكيماوي فقط. أشكرك حسن الشاغل، حدثنا من تركيا، شكرا جزيلا لك. عاد أكثر من 1000 نازح سوري من لبنان إلى سوريا، وواكبت دوريات المديرية العامة للأمن العام في لبنان بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين النازحين الذين انطلقوا من مناطق مختلفة في لبنان إلى نقاط التجمع ومنها العاصمة بيروت ومنطقة المصنع الحدودية وطرابلس والنبطية، وذلك على متن حافلات أمنتها السلطات السورية لنقلهم. نبقى في لبنان، حيث يكثف رئيس الحكومة المكلف حسان دياب اتصالاته لتشكيل الحكومة، ورئيس الجمهورية ميشيل عون يأمل بتحسن الوضع مع الحكومة الجديدة المرتقبة. زار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة حسان دياب قصر بعبدة، حيث عقد لقاء مطولا مع الرئيس ميشيل عون، ومن ثم غادر من دون الإدلاء بأي تصريح. وتطرق لقاء الساعتين بين الرئيس عون والرئيس المكلف إلى تفاصيل الحكومة وحقائبها والعقد المتبقية، وخرجت معلومات لتقول أن دياب يريد حكومة اختصاصيين من 18 وزيرا لا أكثر. وكان الرئيس عون قد لفت إلى أن البلاد تمر اليوم بظروف صعبة جدا وأزمة غير مسبوقة في تاريخها، وتابع: لكننا نأمل مع الحكومة الجديدة أن يبدأ الوضع بالتحسن تدريجيا ونتخطى الأزمة ويعود لبنان إلى ازدهاره. وأضاف أن الأزمة الاقتصادية والمالية عمرها 30 سنة وليست وليدة الحاضر. ودعا الرئيس اللبناني القوى الأمنية لليقظة من أجل مكافحة أي خلل أمني وأبقى عيونهم ساهرة لمكافحة الفساد وفق صلاحياتها بحسب القانون. من جانبه قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون خلال اللقاء: 70 يوما وجنودنا متأهبون لمواكبة الحراك الشعبي والاستحقاقات الدستورية.
تحسبا لموجة احتجاجات جديدة في البلاد دعا إليها النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، عطلت السلطات الإيرانية الإنترنت في عدد من المحافظات منها وسط وغرب البلاد وفارس في الجنوب. تبادل الناشطون الإيرانيون دعوات للتظاهر مجددا بعد ليلة شهدت مظاهرات في عدد من المدن تضامنا مع ضحايا احتجاجات نوفمبر الماضي التي اندلعت بسبب رفع أسعار الوقود لتتوسع المطالب بالمطالبة برحيل النظام. تأتي هذه التحركات في أربعينية من قتلوا خلال احتجاجات نوفمبر الماضي التي شملت معظم المحافظات الإيرانية، كما تتزامن الاحتجاجات الجديدة مع الإعلان عن الارتفاع الكبير في أعداد قتل المظاهرات التي قمعتها السلطات بالقوة. وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن 3 مسؤولين في وزارة الداخلية الإيرانية أن 1500 شخص قتلوا في الاحتجاجات، بينهم 17 قاصراً وحوالي 400 امرأة. وفي السياق ذاته شهدت ساحة تروكادرو في مدينة باريس تجمعاً لعشرات المعارضين الإيرانيين للتظاهر ضد الحملة الأمنية التي شنتها طهران لاحتواء الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد. ويزيد هذا العدد كثيرا عن تقديرات لمنظمات دولية لحقوق الإنسان، وصفت إيران التقرير بأنه أخبار زائفة. اليابان ترسل مدمرة إلى خليج عمان وبحر العرب في مهمة كلفتها 43 مليون دولار. قررت اليابان إرسال مدمرة إلى خليج عمان والجزء الشمالي من بحر العرب للقيام بدوريات وجمع معلومات في المنطقة. وبعد القرار الذي اتخذته الحكومة اليابانية، كشفت أن مع مراعاة علاقات الصداقة مع إيران، قررت إرسال مدمرة واحدة للقيام بدوريات في الجزء الشمالي من بحر العرب وخليج عمان ومضيق باب المندب. وأوضحت أن المدمرة سيكون على متنها 260 عسكرياً، ومن المقرر أن تستمر مهمتها وستكون مرفوقة بطائرة بهدف القيام بدوريات ساحلية. وقالت اليابان إن قبل مباشرة مهامها في شهر فبراير المقبل، ستقوم هذه القوات بعمليات تدريبية تبلغ مدتها 4 أسابيع. وأضافت في هذا السياق أنه سيسمح لها باستخدام الذخيرة الحية في حال حدوث طارئ بهدف حماية السفن اليابانية، ولن تشمل مهام هذه القوات مضيق هرمز. يذكر أن هذه المهمة البحرية ستكلف اليابان ما لا يقل عن 43 مليون دولار من ميزانيتها. ومعنا من الأردن الباحث في العلاقات الدولية والشؤون الإيرانية الدكتور إياد المجالي. أهلا وسهلا بك دكتور. كيف تقرأ اليوم يعني إرسال المدمرة اليابانية تحديدا، وهل يعتبر ذلك رسالة استفزازية إلى إيران؟ نعم مساء الخير لك وللمستمعين الأعزاء. يعني تعقيبا على هذا المتغير، حقيقة هو يعني متغير جديد في مسار الحشد العسكري لقوى إقليمية في المنطقة. يبدو أن اليابان الحليف الأمريكي والمقرب من يعني من الولايات المتحدة الأمريكية، يعني يسعى يعني ضمن هذا المسار إلى اتخاذ قرار رسمي بإرسال سفينة عسكرية وطائرتين استطلاع بعد أن سبق ورفضت الحكومة اليابانية الانضمام للتحالف البحري الذي تقوده الولايات المتحدة لحماية الملاحة في الخليج ومضيق هرمز. يعني الحكومة اليابانية تبرر هذا الإجراء من طرفها بأنه هو حماية لمصالحها ودفاعا عن النفس، وهي بذلك يعني أستطيع أن أقول بأنها تغرد خارج السرب. نعم. نعم دكتور، يعني في المقابل هناك أيضا مناورات تجريها إيران بمشاركة روسيا والصين. برأيك من شأن هذه المناورات أن تسهم في تهديد الملاحة البحرية مرة جديدة؟ لا أعتقد أن هناك يعني تقاطع في المشروعين. يعني المناورات العسكرية التي تقوم بها إيران يعني هي أيضا يعني لفرد العضلات ولإظهار القوة، لكن وجود المدمرة اليابانية في المنطقة أعتقد أنها يعني تعمل في خارج إطار المشهد، خاصة وأنها تعمل ضمن إطار خليج عمان وبحر العرب وخليج عدن.
وأن يعني تقوم بأنشطة استخبارية، وهي مبرر الحكومة الذي قاطعتني، وأنا أود أن أثير هذه النقطة بأنهم يعني هم داعمين للأمن واستقرار المنطقة، وأنهم سيعملوا يعني بنشاط بعيد تماما عن نشاط التحالف البحري الذي تقوده الولايات المتحدة في المنطقة. نعم، في العودة دكتور يعني إلى الداخل الإيراني، هناك عملية استباقية من النظام الإيراني لقطع خدمة الإنترنت تخوفا من عودة الاحتجاجات بشكل أكبر. برأيك هذا التخوف في مكانه؟ وهل يخشى اليوم من عودة الاحتجاجات ضد النظام ولإسقاط النظام الإيراني؟ نعم، يعني لا زالت الحكومة الإيرانية وسلطاتها الأمنية والسياسية والإعلامية في مواجهة مستمرة مع الاحتجاجات، سواء كانت التي يعني التي تم قمعها وإنهائها من نوفمبر الماضي، والدعوات الجديدة لهذه التي يعني بدأت تظهر مجددا من خلال ناشطين. أعتقد أن التقارير المتداولة تشير إلى أن هناك أعداد كبيرة من القتلى الذين لقوا حتفهم في مواجهات نوفمبر الماضي مع السلطات الإيرانية. يبدو أن الخيار الأمني الوحيد الذي يمتلكه أو ما زال النظام السياسي الإيراني يستخدمه في مواجهة المتظاهرين سيرفع من أعداد الضحايا مجددا، بعد أن أشارت تقارير المنظمات الدولية وحقوق الإنسان بأن هناك أعداد هائلة يعني يفوق عن 2000 شخص لقوا حتفهم في هذه المواجهات. المثير للجدل في هذا الجانب أن حكومة روحاني ضمن مسارها الأمني عملت على إخفاء الحقائق الميدانية وحجم المتظاهرين ومنعت من نقل وقائع هذه الاحتجاجات للعالم، وقطع خدمة الانترنت عن امتداد جغرافي تجاوز 90% من مساحة البلاد، أدى لتحويل المدن الإيرانية إلى جزر معزولة عن بعضها البعض. دكتور، أن 133 بؤرة ساخنة على امتداد الجغرافيا الإيرانية مهيئة لمزيد من التصعيد والتوتر. دكتور إياد المجالي، حدثنا مباشرة من الأردن، شكرا لك. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فوزه في الانتخابات التمهيدية لزعامة حزب الليكود اليميني ليقوده في الانتخابات العامة المقبلة في مارس المقبل. قال حزب الليكود إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فاز بسهولة في اقتراع على زعامة الحزب، وذلك في دفع له قبل انتخابات مارس العامة التي من المحتمل أن تشهد منافسة محتدمة. ومنح إحصاء لحزب الليكود نتنياهو 72.5% من الأصوات في التصويت مقابل 27.5% لمنافسه جدعون ساعر الذي اعترف بالهزيمة على تويتر قائلاً إنه سيدعم الآن زعيم الحزب الحالي من أجل فوز الليكود في الانتخابات العامة. وزاد التحدي هذا العام على نتنياهو الذي شغل منصب رئيس الوزراء 4 فترات ويكافح من أجل بقائه السياسي بعد أن وجه له الادعاء لائحة اتهامات بالفساد في 3 قضايا جنائية، وكان نتنياهو قد فشل مرتين في تشكيل حكومة بعد جولتين غير حاسمتين من الانتخابات العامة في شهري أبريل نيسان وسبتمبر أيلول. كذلك أخفق بيني غانتس خصم نتنياهو في تلك الانتخابات في تشكيل حكومة ائتلافية، الأمر الذي زج بإسرائيل في مأزق سياسي وأدى إلى إجراء انتخابات ثالثة للمرة الأولى. وشارك نحو 49% في حزب الليكود يحق لهم التصويت في الاقتراع. أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين أن الدفعة الأولى من الصواريخ المزودة بأحدث الصواريخ الاستراتيجية ضمن منظومة أفانغارد وضعت في الخدمة. وفي ديسمبر 2018 أعلن الجيش الروسي أنه سيتم نشر أول دفعة من صواريخ أفانغارد في منطقة الأورنبرغ في الأورال. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما جرى تداوله على بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تنازل مصر عن مقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. وأفاد المركز الإعلامي بأنه تواصل مع وزارة الموارد المائية والري التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لتنازل مصر عن مقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة
النهضة، وشددت الوزارة على تمسك مصر بمقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل السد مع استمرار حرصها وسعيها للتوصل إلى اتفاق مع كل من السودان وإثيوبيا بخصوص تلك القواعد. اعترضت الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات لدى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات على قرار إيقاف الرياضيين الروس في المسابقات الكبرى، حيث سطتعن الوكالة في عقوبة الإيقاف لأربع سنوات والتي تحرم روسيا من المنافسة تحت علمها أو تحت علمها في الأحداث الرياضية الكبرى. وسنكون مع التقرير فور جهوزه. وقع زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر في منطقة قريبة من محطة بوشهر النووية في إيران، وأكد مسؤول إيراني في إدارة الطوارئ أنه لم ترد على الفور أنباء عن وقوع أضرار باستثناء بعض الانهيارات الأرضية في منطقة جبلية. في العودة إلى موضوع الروسي تحديدا لمكافحة المنشطات والتي اعترضت عليه، نعود لنتابع هذا التقرير الخاص بهذا الموضوع. أرسلت الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات رسادة خطابا رسميا إلى الوكالة الدولية وأدا تحتج فيه على عقوبة استبعاد البلاد من المنافسات الرياضية الكبرى 4 أعوام في خطوة اعتبرتها موسكو مأساة سببها هستيريا مناهضة لها، وذلك على خلفية التلاعب ببيانات فحوص المنشطات. وأوضح المدير العام لرسادة أن الوكالة أرسلت مجموعة من الوثائق إلى الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بما يشمل إخطارا بعدم موافقتها على العقوبات، وبحسب الإجراءات المتبعة يتوجب على وادا أن تحيل الملف إلى محكمة التحكيم الرياضية في مدينة لوزان السويسرية للبت في هذه القضية. ووقع المدير العام خطاب الاحتجاج بعد قرار الهيئات الإدارية في رسادة، أي المجلس الإشرافي والمؤسسين واللجنتين الأولمبية والبارالمبية، رفض العقوبة التي فرضتها وادا في وقت سابق من الشهر الحالي. تحطمت طائرة ركاب في كازاخستان تقل نحو 100 شخص، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل. ذكرت السلطات في كازاخستان أن ما لا يقل عن 15 شخصا قتلوا في سقوط طائرة قرب مدينة ألماتا بعد قليل من إقلاعها اليوم الجمعة. وكانت الطائرة تقل 95 راكبا وطاقما من 5 أفراد. وقالت هيئة الطيران المدني في كازاخستان أن الطائرة كانت متجهة صوب العاصمة نورسلطان ولم تتمكن من مواصلة الصعود خلال الإقلاع لتخترق سياجا إسمنتيا قبل أن تصطدم بمبنى من طابقين. وأفاد مكتب رئيس بلدية ألماتا بأن ما لا يقل عن 15 شخصا قتلوا وأدخل 66 آخرون المستشفيات في حالة خطيرة. وأقلعت الطائرة قبل الفجر وكان الضباب الكثيف يغطي المنطقة. وطوقت السلطات موقع السقوط في قرية الميريك التي تقع بعد نهاية المدرج مباشرة، وأظهرت صور الطائرة وقد انشطرت إلى نصفين بجانب مبنى شبه مدمر جراء الاصطدام. ولم تشر السلطات إلى أي سبب محتمل للحادث. وقالت هيئة الطيران أنها علقت جميع رحلات هذا النوع من الطائرات انتظارا لنتائج التحقيق. وقال رئيس كازاخستان على تويتر أن المسؤولين عن الحادث سينالون عقابا شديدا وفقا للقانون، وعبر عن تعزيه للضحايا وأسرهم. نتابع النشر بعد فاصل قصير، وفيها بابا نويل يمتطي جملا في القدس ويوزع الهدايا. أهلا بكم من جديد. مهرجان سوابيت الياسمين ضم عددا من الفنانين التشكيليين وأعمالهم الفنية التي تروي التراث الليبي وتاريخه. انطلقت فعاليات مهرجان سوابيت الياسمين بموعده المعتاد في طرابلس وبحضور عدد من الشخصيات الفنية والأدبية والعائلات والمهتمين بمتابعة المهرجان منذ تأسيسه، حيث بدأت فعاليات المهرجان بمعرض فني شارك فيه مجموعة من الفنانين التشكيليين والخط العربي بلوحاتهم
التي جسدت بعض صور المدينة القديمة بشوارعها وأبرز معالمها الموجودة حتى الآن. هي إبداعات لمجموعة من الحلي والملابس التقليدية الليبية، وأيضا مجموعة من العمائر المحلية في مدينة طرابلس القديمة التي تزدان بها لوحات هذا المعرض. كذلك كان هنالك مشاركات في مجال الزي التقليدي وصناعة الحلي القديمة التي تشتهر بها مدينة طرابلس، إضافة لأنواع من الحلويات الطرابلسية المشهورة والمتعارف عليها. كما كان هنالك للطوابع البريدية القديمة والعملات الورقية مكانا بالمعرض، وحرفة صناعة السروج الخيول والتطريز على القرقاف وغيرها من المعروضات. المعرض هذا طبعا فيه تشكيلة من الرسومات واللوحات والطوابع البريد والكتب، وأنا واحد من الكتاب والمؤلفين اللي ألفت كتب على طرابلس وتاريخ طرابلس. يشار إلى أن مهرجان سوابيت الياسمين الذي أسس من أجل المحافظة على الموروث الثقافي وعدم اندثاره في ظل ما يعيشه العالم من تطور، ما زال يحافظ على موعده للسادسة سنة على التوالي. عز الدين أبو العوينات، WTV طرابلس. في مدينة القدس بابا نويل يمتطي جملا ويوزع أشجار عيد الميلاد على السكان، نتابع في هذا التقرير. للعيد نكهة مختلفة في القدس القديمة. هناك البابا نويل يحاول نشر بهجة عيد الميلاد من خلال توزيع أشجار العيد على سكان المدينة وهو يمتطي جملاً. الفلسطيني عيسى قصيصية هو ذاك الرجل الذي يتخفى في الزي المميز واللحية البيضاء. عمل في السنوات الأخيرة على نشر روح عيد الميلاد وتوزيع أشجاره على مواطني القدس برعاية بلدية المدينة، معتبراً أن مهمته تتمثل في استحضار البهجة والحب والسلام إلى الأراضي المقدسة. وعلى بعد 8 كيلومترات أسفل الطريق في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل على الجانب الآخر من الجدار الإسرائيلي، تقع مدينة بيت لحم الفلسطينية مسقط رأس المسيح. وتشهد المدينة هذا العام أكبر موسم لعيد الميلاد ازدحاماً بالسائحين منذ نحو 20 عاماً، حيث يتوافد الأجانب بأعداد كبيرة مستغلين الهدوء النسبي في التوتر الفلسطيني الإسرائيلي. والآن إلى صفحة الاقتصاد والمال مع يارا. مساء الخير يارا. مساء الخير وليد. مساء الخير إيمان. ماذا لديك من أخبار تخص الاقتصاد والمال في العالم؟ وليد، ارتفاع قياسي جديد للأسهم الأوروبية وكذلك ارتفاع في أسعار النفط اليوم. نعم. قررت مصلحة المطارات سحب تكليف عدة شركات بإنجاز 3 مشاريع في المطار زنتان بسبب تعثر الشركات في التنفيذ وعدم قدرتها على الاستمرار في استكمال هذه المشاريع. وأقر المجتمعون خطة عمل للتواصل بين الشركات المنفذة ومكتب المهابط والمنشآت وإدارة المشاريع الهندسية بالمصلحة وأعداد تقارير المتابعة من المهندسين المشرفين حسب سرعة التنفيذ للمشروع. أعلنت الشركة الليبية العامة للنقل البحري عن خطة تطوير أسطولها البحري بداية العام الجديد حتى العام 2023، وأوضحت الشركة أنها عازمة على تطوير الأسطول البحري بهدف تعزيز مكانتها في السوقين المحلي والدولي، مشيرة إلى أنها سبق وشكلت لجانا فنية مهمتها تقييم الأسطول الحالي المكون من 22 ناقلة. عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعلا اجتماعا للجمعية العمومية لشركة البريغا لتسويق النفط للعام 2019 لمراجعة نشاط الشركة خلال العام الجاري، بالإضافة إلى استعراض البرامج والميزانية التقديرية المقترحة للعام 2020. وكشف صنعلا عن إجمالي الإيرادات المالية للعام الجاري والتي بلغت 145 مليون دينار، وأوضح أن الخطط الجديدة المعنية بالحفر في الحقول البرية والبحرية سترفع الإيرادات العامة للشركة إلى نحو 177 مليون دينار العام المقبل. ارتفعت
ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي جديد في الوقت الذي يظل فيه المستثمرون متفائلين بشأن تحسن الاقتصاد العالمي بعد مجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية الإيجابية من الصين ومؤشرات تزداد قوة بشأن توقيع اتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% وبلغ المؤشر حاليا مستوى قياسي مرتفع لثلاث جلسات على التوالي في أسبوع قصير بسبب العطلة. سجلت أسعار النفط العالمية أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، وذلك عقب مسح للبيانات أظهر أن مشتريات المستهلكين الأمريكيين عبر الإنترنت في موسم العطلة بلغت مستوى قياسي فاق توقعات المحللين ودفع الأسهم الأمريكية للارتفاع. أما الذهب فاستقر بعد أن ارتفع لأعلى مستوياته في نحو شهرين. تباينت أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي ما بين الانخفاض والارتفاع في تعاملات اليوم. أما ماذا عن البورصات العالمية؟ هذا كان كل شيء في الاقتصاد، والآن العودة إلى الزميلين. شكرا لك يارا. والآن مشاهدينا إلى صفحة الكاريكاتور. ومع الكاريكاتور نأتي إلى ختام نشرتنا، نذكركم بموقعنا الإلكتروني وسط.tv. إلى اللقاء.